نعم أحسن الله إليكم. نعم فضيلة الشيخ صالح، تتحدثون عن أهمية العقيدة بالنسبة للمسلم وكيف تنعكس عليه في حياته وفي علاقته مع نفسه ومجتمعه ومع أيضا غير المسلمين، لأن هناك من يرى أن الإيمان يكفي فقط. العقيدة هي الأصل وهي الأساس الذي تبنى عليه الحياة وتستقبل به الآخرة. فالعقيدة السليمة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس الذي يبني عليه المسلم عمله وحياته حاضرا ومستقبلا. فلا حياة بدون عقيدة ولا إيمان بدون عقيدة. فلا يمكن أن يكون الإيمان صحيحا ونافعا إلا مع العقيدة الصحيحة. أما من يدعي الإيمان وهو على عكس العقيدة الصحيحة فهذا ليس بمؤمن. فالدنيا والآخرة كلها مبنية على العقيدة الصحيحة، وأما العقيدة الفاسدة فهي أساس كل بلاء وكل شر وأساس كل عمل سيء. نسأل الله العافية. نعم.